فهو في مجموعه، هو مش مجرد مبنى، مش مجرد مستشفى، لا هو في مدرسه بحثيه هي مدرسه اساتذه الاورام في مصر والعالم العربي والشرق الاوسط. هذه المدرسه هي مدرسه رائده، لان هي من المدارس البحثيه التي استطاعت ان تضع وتشق لنفسها طريقا كبيرا في هذا المجال. احنا فيما يتعلق بمرض السرطان احنا في وضع كارثي، وضع كارثي، لان مصر من اعلى نسبه في الدول للاسف الشديد، وده ليها اسباب كثيره جدا. لكن الحقيقه رغم هذا انا شايف ان مدرسه معهد الاورام قادره على تقليل هذه النسبه. الحقيقه المشروع ده كبير جدا، المشروع ده يعني على حسب المبالغ التقديريه في المرحله الاولى بس هيكلف 2 مليار. انتوا عارفين 2 مليار يعني كام؟ حد يعرف عندهم؟ مبلغ كبير جدا. حتى الان تم انفاق 300 مليون. طب هنكمل ازاي؟ في الحقيقه بقى انا عايز اقول كلمه بقى. وانا مش يعني اقول كلمه اقولها بلال. لابد على الشركاء من المجتمع المدني والمجتمع الاهلي ان هم يكونوا بواجبك. لان مصر مش هتنبني بالحكومه بس. مصر محتاجه المجتمع الاهلي. Thank you.